السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة معلوميات دوت كوم. في الفيديو ده إن شاء الله هنعرف إزاي نحول ملف الوورد إلى ملف بي دي إف. أنا دلوقتي قدامي الملف ده وورد بصيغة وورد، أنا هنحوله إلى بي دي إف. هنروح على قائمة فايل أو ملف باللغة العربية ونضغط عليها ونضغط على سيف آز، ونيجي هنا بيقول لي فايل نيم، يعني حفظ أو اسم الملف. انا طبعا بنغير الملف اي اسم، مثلا السياحة، السياحة في مصر، اي اسم. طبعا هنا بيقول لي سيف اس تايب، يعني حفظ بنوع. هنا مكتوب وورد دوكومنت، يعني حفظ بصيغة وورد. انا هنضغط على السهم ده ونختار بي دي اف، ونختار هنا مكان الحفظ، يعني انا عايز الملف ده يكون فين. طبعا انا بنختار الديسكتوب، وبعد كده بنضغط على سيف او حفظ وننتظر لحين يتم الحفظ. نروح مع بعض على الديسكتوب، نلاقي الملف اتحول هنا معايا البي دي اف. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، اعمل شير، اشترك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.